اهلا وسهلا بكم في شباب توك من العاصمه الالمانيه برلين. موضوع اليوم مع ضيوفي: الدعاره في العالم العربي واقع لا تحكمه القوانين. اثار فيلم الزين اللي فيك لمخرجه المغربي نبيل عيوش ضجه كبيره بجراته في طرح موضوع الدعاره، وتعرض الفيلم لانتقادات واسعه واثار جدلا كبيرا سواء في المغرب او في العالم العربي، لكنه ايضا كان مناسبه لفتح النقاش حول موضوع الدعاره وكيفيه التعامل معها. فهل يجب مكافحتها بتجريمها ومعاقبة العاملات والعاملين فيها، أم يجب تشريعها وتنظيمها باعتبارها واقع قائم في عدد من الدول العربية؟ إذن هذه هي أسئلة اليوم. أما ضيوفي، معي هنا في الأستوديو كاتبة ومساعدة اجتماعية وكانت ضحية شبكة دعارة سابقا، يانا كرافتشاك. أهلا وسهلا. مرحبا. يا أهلا وسهلا يانا. وينضم إلينا من باريس عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم في المغرب عمر المرابط. أهلا وسهلا. مرحبا. شكرا. يا هلا. وتنضم إلينا من تونس الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أهلا وسهلا أحلام بالحاج من تونس. أهلا. مرحبا. يا هلا. أهلا وسهلا. ومن طنجة ينضم إلينا إعلامي وناقد سينمائي مغربي بلال مرميد. يا أهلا وسهلا. أهلا بك جعفر. يا هلا. إذن أهلا وسهلا بجميع ضيوف اليوم. وبدايتي معك يانا، تحدثت بالبداية أنك كنت ضحية لشبكة دعارة، متى حدث هذا؟ كان ذلك، دعني أفكر بالأمر، كان عمري 15 عاما. نعم. ماذا حدث بالضبط؟ أنا ولدت في كنف عائلة كانت والدتي يعني مدمنة، وكانت حياتنا صعبة، كان يتم ضربي في المنزل وطردت من المنزل أحيانا، وكان هناك توقعات كبيرة علي، كان والدي يريدان أن أحضر المال إلى البيت. إذا يعني كنت عندما حدث هذا الأمر كنت في 16 ولا قد كان عمرك بالضبط؟ 12. كان عمرك 12. إذن تعرضت لسوء ضغوطات من الأهل، من داخل، من الأم، من الأب، هل كان موجودا أيضا؟ نعم. لم يكن والدي موجودا في البيت، ولكن هو من يعني هو والدي البيولوجي، ولكن والدي انفصلا باكرا عن بعضهما. عشت لدى جدتي والتي توفيت وأنا في سن 12، وأتيت إلى والدتي وبدأت المشاكل هناك. والحالة الاقتصادية، كان معكم مصاري كفاية ولا كان حالتكم صعبة؟ بالنسبة لجدتي كنت أعيش بشكل جيد، لديها كانت يعني مربية جيدة، أما والدتي فكانت متوسطة الحال، لم تكن فقيرة ولكن وكانت متزوجة من رجل غير والدي، ولكن هذا المال لم يكفيها لتغطي إدمانها، وبالتالي كانت تطلب مني أن أحضر المال لكي يعني توفي احتياجها. ما معنى أنك كنت ضحية لشبكة دعارة؟ ما الذي حدث بالضبط؟ كان وضعي سيئا لدى والدتي، وكنت أبحث دائما عن ملجأ، أبحث عن ناس أنام عندهم، وتحولت إلى شخص عدائي، وكان يعني قمت ببعض الجرائم، وكان يجب أن أذهب إلى السجن، وكل الأطفال الذين عمرهم 12 سنة يفعلون كل شيء عادة لكي يرضوا والديهما، وكنت أريد أن أبقى لدى والدتي ولم أكن أريد أن أذهب إلى مأوى الأطفال، ولكي أبقى إلى جانبها كان علي أن أراعي مشاعرها، أن أبيع نفسي لكي أوفر لها المال،
وبالتالي تعرفت على رجل عمره 20 عاما يسموه لافا بوي، أي هو رجل شاب جميل غني يسعى دائما لكي يعني يستقطب بنات صغار السن، وضعهم صعب لكي يشغلهم في الدعارة، وكان تحدث إلي وقال أنه يحبني إلى آخره. بس شغلي كيف يعني استقطق بك؟ شو عمل؟ شو كيف التصرف؟ وين شفتي؟ كيف وصلتي له؟ لدى جارتنا، كان صديق جارتنا وكانت تحتفل كثيرا، كنت أتفاهم معها بشكل جيد وكانت تعرف حالتي. التقيت به هناك. أوكي. أعجبت به، أعطاك الحنان اللي ربما لم تعطيك إياه أمك، أعطاك الطمأنينة، وبعد ذلك ماذا حدث؟ ذات يوم عرض علي أن شيء، كنت أقول له دائما أن والدتي تعاملني بشكل سيء، وقال لي أريد أن أوفر لك عمل، وطبعا كان لدي ثقة كبيرة به وكنت شاكرة له هذا الصنيع، وهو قال لدينا وكالة يمكن أن تعملي بها أو توفر لك العمل، وكنت سعيدة بذلك. وعندما ذهبنا إلى هناك استوعبت أن الأمر له علاقة ببيت دعارة. كان عمرك بهالوقت 14 15 15 عاما. نعم. واضطريتي أنه تعملي ك يعني بالدعارة. مريشتيش كنا. كان عمرك 15. يا بالضبط. كنت قاصر يعني. نعم. كنت بس القانون ما بيمنع هذا الأمر، أنت من بولندا، القانون يمنع يعني هذا عمل القاصرات في هذا أو الكلية. طبعا الأمر ممنوع قانونيا، محظور قانونيا، ولكن هذا العمل، هذه المهنة تشتغل دائما، هناك دائما يعني دعارة إجبارية، وأنا بدأت بعملي في التسعينيات، وكان هذا العمل فيه طفرة في الواقع. الرجل حاول أن يقول، صاحب بيت الدعارة حاول أن يستقطب بنات صغار السن. كم هي المدة التي عملت بها؟ بشكل عام؟ يعني كنت في الدعارة، في مجال الدعارة 18 شهرا. في عمر 16 عاما هربت إلى ألمانيا واستطعت أن أترك هذا العمل. وطول الوقت كنت مرغمة على هذا العمل، كنت تحت تأثير أي شيء معين؟ كيف كانت حالتك النفسية؟ شو بتتذكري؟ كان الوضع صعب جدا، تعطيت الكحول والمخدرات بشكل كبير. بطبيعة الحال هذا العمل يدفعك لتعاطي هذه المواد، وكنت أحاول أن أخفف الضغط عني، كنت أحاول أن أتحاشى الشرطة، ولم أكن أريد أن أذهب إلى السجن لأني كنت محكومة. وذات يوم يعني وقعت بيد تجار البشر واعتقدت أن حياتي انتهت ولن أخرج من هذا الوضع نهائيا. أنت تفضلي. ثم بنيت علاقة مع شخص يقوم بحمايتنا، وهذا ساعدني لكي يعني أخرج من الوضع. كان يتم شراء نساء من روسيا البيضاء، وعشت أوضاع صعبة جدا، عايشت رجال بشكل سيء جدا في ذلك الوقت. اليوم أنت متزوجة، لديك ابنة أيضا، وكتبت كتاب عن هذه التجربة. كيف تجلسين اليوم معي وتتحدثين عن هذه التجربة، وتعملين أيضا في جمعية وتساعدين نساء أخريات يعملن في الدعارة؟ ما الدافع؟ من أين استمدت هذه القوة؟
علي أن أقول أنني كنت فترة قصيرة نسبياً في عملي يعني في بيت الدعارة. عادة تشتغل النساء على الأقل 5 سنوات ثم تذهب للعلاج. أنا استطعت أن أخرج في وقت مبكر، كنت شابة صغيرة، استطعت أن أتزوج من رجل جيد، تعرفت على رجال جيدين ساعدوني واستطعت أن أعود للحياة العادية. الرجال ساعدوني أن أعيش حياة عادية، ويعني كان هناك تنوير لي، لم يكن هناك عليك أن تفعلي ذلك وأن لا تفعلي ذاك، إنما يعني كان هناك استيعاب لي. نعم. للزميلات يلي كنت معهم بهذه الفترة، هل أيضاً استطاعوا أن يخرجوا من الدعارة، أو البعض أراد أن يبقى وأراد يستمتع بها؟ كيف كانت حالة الزميلات؟ شو كنتوا تتحدثوا؟ هل مرغمات أو يفعلن ذلك لأنه بالنسبة لهم هي مهنة وطواعية؟ أقول بكل صراحة ووضوح، في ذلك الوقت لم أتعرف على أي فتاة أو امرأة التي كانت تقول أريد أن أشتغل في هذه المهنة لفترة 10 سنوات. جميع النساء كنا يريدنا أن يشتغلنا لوقت قصير ويحصلنا على مال بكميات كبيرة ويخرجنا ويتركنا هذا العمل. لقد عايشت نساء كنا يعانين بشكل كبير، لكن هناك أيضا بعض من النساء يقولن بأنهم لا، هذه مهنة بالنسبة لهن ويستمتعون بها، وهي مهنة كأي مهنة أخرى. أنت كيف تنظرين إلى هذه المقولة؟ أنا أرى الأمر من زاوية نظر مختلفة تماماً. أعرف أن بعض النساء تقول ما ذكرته الآن. هؤلاء النساء عادة يكون في هذا العمل ولم يخرجن منه بعد. هناك أيضاً نقابة في ألمانيا تأسست لبنات الهوى ولديها نشاطاتها. اليوم هل أنت مع تقنين الدعارة أم مع منعها ومكافحتها كليا باختصار؟ لم أفهم السؤال. اليوم هل أنت مع تقنين الدعارة أن يكون لديها قانون وتسمى مهنة، أم أنك مع مكافحة ومنعها؟ أنا ضد مهنة الدعارة، ولست موافقة على أن تكون مهنة كغيرها من المهن. لا يمكن للنساء أن تبيع أجسادهن. ترفضينها كلياً، لا تعتبرين أن أي امرأة تزاول هذه المهنة تزاولها بحريتها أو لأنها تستمتع بها. ولكن في أنا أرفض أن تصل النساء إلى الوضع الذي تجبرن به على بيع أجسادهن. هذا ما أتمنى. أنا أناضل من أجل عالم خال من الدعارة، وأن لا يكون هناك قانون، يعني حتى ما يعني ما نحتاج لهذه المهنة حتى لا يكون هناك حتى قانون لهذا الأمر. لأنه من كلامك أريد أن أنتقل لضيفتي من تونس، سيدة أحلام. القانون التونسي يعني بالقانون العربي الدعارة ممنوعة، إنما القانون التونسي قنن موضوع الدعارة، ويعني السيدة التي تعمل في الدعارة بإمكانها الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وبالخضوع للمراقبة الطبية بشكل دوري تحسباً من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً. إذن هناك قانون ينظم الدعارة. كيف تنظرين أنت إلى هذا الأمر؟ هل برأيك يحمي السيدات التي يعملن في هذا المجال أم لا، هو تكريس للعمل؟ في حقيقة الأمر احنا كان عندنا العديد من الانتقادات للوضعية النساء اللي يشتغلوا في إطار وزارة الداخلية. القانون انه يعتبر ان الدعارة المنظمة هي وحدها الدعارة، هي كلمة الدعارة في حد ذاتها فيها إشكال انا حسب اعتقادي، لكن باش نتكلموا نقولوا هي تجارة الجنس او تجارة الجنس معناتها مقنة الا إطار اللي يكون في إطار العمل مع وزارة الداخلية وفي أماكن تعدها لذلك ولا ترخص بها.
وما عدا ذلك فهو يعاقب عليه قانونيا. نعم. ولكن أنت شخصيا كناشطة اجتماعية، كناشطة حقوقية، كناشطة مدافعة عن حقوق المرأة، هل أنت مع أن يكون تقنين لهذا الأمر؟ هل أنت تدعمين أن تكون موجودة أم لا؟ يجب مكافحتها كليا. أنا مع حماية حقوق النساء أينما وجدت، وحسب اعتقادي بالصفة الحالية اللي مقنة من طرف الدولة التونسية، نعم، هو فما استغلال للنساء من طرف الدولة، وظروف العمل متاعهم وظروف هي ظروف غير مقبولة تماما. إذن وكأن إذن الدولة هي ارتقت لمسألة الواحد، لكن في نفس الوقت أنا مع حماية النساء العاملات على الأقل في الظرف الحالي، مع حمايتهم. ما المقصود أنك أنت مع حمايتهم؟ يعني مع حمايتهم أنا مع حمايتهم. كيف تتصورين هذه الحماية؟ كيف تتصورين هذه الحماية؟ أن الدولة لازم تلتزم بحمايته. مثلا لما وقع الهجوم على الأماكن اللي يعملوا فيهم النساء هذا، كنا دافعنا عليهم وقلنا من غير المقبول أن يكون هن الضحايا مرة أخرى. إذن الضحية مرة أولى بظروف العمل اللي أجبرتهم الدولة على العمل بها، وبعد ضحايا مرة ثانية لما هجمنا واعتبرنا هم الأساس الأساس المشكل. دونك طيب، من الضروري للدولة أن يكون فما حلول اللي وقتية على الأقل. أوكي. في انتظار في أسباب المرور للتجارة الجسدية. نعم. للتجارة الجنسية ما غير ما إذن يعني إذا استطعت تلخيص كلامك، إذن أنت مع الاعتراف بأن الدعارة موجودة، ومع تنظيم وتقنين هذه المهنة أو حماية السيدات، وليس مكافحتها ومنعها وإلغاؤها. أنا مع العمل على إزالة أسباب الوصول لها، لكن في انتظار والأسباب الوصول للتجارة الجنسية تقنينة متعدة. دونك في انتظار ذلك. طيب. وإني تكون القوانين تساوي وإن الناظر ضد النساء ومحققهم في الشغل. نعم. إذن أنت مع تقنينها ذلك. مع تقنينها حتى يعني القضاء عليها، حتى القضاء عليها لأن حماية النساء العاملات، لكن عدم من طرف الدولة كما هو الحال به. طيب، معمول به. أنتقل من تونس حيث موجود القانون واستمعنا إلى كلامك، أنتقل إلى عمر. عمر، في المغرب وزير الاتصال نتيجة الجدل الكبير الذي أثير حول فيلم الزن لفيك، صرح أول شيء منع الفيلم، وبعد ذلك في أصوات كثيرة داخل المغرب تقول لا، الدعارة يجب أن تمنع ومكافحتها كليا، وهي غير موجودة، وكيف له أن يقوم بفيلم كهذا وينقل المواضيع غير موجودة في المغرب. أنت شخصيا يعني الدعارة موجودة في كل البلدان، موجودة في البلدان مختلفة، موجودة في البلدان العربية، موجودة أيضا في المغرب، مع يعني في كل بلد عربي موجودة. أنت شخصيا مع تقنين الدعارة أم تقول لا، يجب إلغاؤها ومكافحتها كليا؟ شوف سيدي، أولا يعني الدعارة إذا كانت موجودة فهي موجودة مثل ربما الأشياء الأخرى التي هي محرمة أو ممنوعة قانونا، مثل السرقة وغيرها. فإذا كانت السرقة موجودة فهل سنقنن السرقة؟ إذا كانت هناك بعض أمور يعني المشينة موجودة فعلا في المجتمع فهل هذا يدعونا إلى تقنينها؟ السؤال يجب أو المقاربة يجب أن لا تكون من هذا الباب. فأنا أقول بأن يعني الدعارة كانت موجودة وليس في المغرب فقط بل نعم، في جميع بكل البلدان لكن موجودة، لكن أول ممنوعة قانونا. نعم. القانون المغربي يجرم يعني الدعارة ويجرم حتى يعني الخيانة الزوجية والعلاقة الجنسية خارج بس إطار سيد الزوج. نعم سيد عمر سيد عمر، حتى لا نمزج يعني عدة أمور، أنت تحدثت عن خيانة الزوجية، تحدثت عن السرقة، تحدثت عن عدة أمور. لنبقى بموضوع الدعارة، واقع موجود في كل البلدان، موجود أيضا في بلد والحزب التي أنت بتنتمي إليه هو الحزب الحاكم، واقع موجود، كيف تتصرف معه؟ طب شو الحل أنت برأيك؟ كيفية التصرف مع هذا الواقع الموجود؟
لا، اولا اوضح، انا يعني ضد تقنين الدعاره، هذا اولا. ثانيا يعني المقاربه هي مقاربه اجتماعيه واخلاقيه، يعني ان المقاربه نعم. هو لان هؤلاء البقايا هم ضحيه. ونحن سمعنا يعني المداخله الاولى التي تحدث فيها هذه السيده، وتحدث انها كانت ضحيه فعلا، وهي ايضا يعني اتت خلاصه. طيب، موافق ولكن 100% نعم خلاصه في من هذه من ناحيه اخرى انت ضد تقنينة، والسيده يانا تحدثت انه تجربتها هي كانت سيئه، ولكن هناك ايضا سيدات يعتبرن ذلك مهنه يريد ان يزاولن هذه المهنه. وانت برايك اذا لم يتم تقنينة هل بيتم ساعتها القضاء عليها؟ لانه هي موجوده. شوف، هي موجوده، لكن لفرق بين وجود الشيء وبين تقنينه. هذه المساله الاولى. طب كيف التعامل معها؟ يعني ما في ارقام رسميه تتحدث عن عدد الموجوده، ولكن هي موجوده، يعني في احياء موجوده في كل البلدان العربيه، في احياء تدخل اليها موجود انه هذا المكان موجود. لا، اولا لو سمحت لي حتى اكمل الجمله، حتى يعني يستطيع المشاهد ان يسمع كلامي بوضوح. فقلت يعني ان وجود الظاهره لا يعني تقنينها، ولهذا اعطيت الامثله باشياء اخرى. النقطه الثانيه هو ان يعني المداخله الاولى، وهذه السيده من خلال تجربتها اكدت على رفضها للتقنين، وهي تنطلق من تجربه ومن واقع، وهي ثم المانيا وفي مجتمع غربي، ورغم ذلك فهي ضد التقنين. ولهذا يعني انا متفق معها في هذا الباب، واقول بان محاربه الظاهره او محاربه الدعاره يجب ان تكون من خلال التربيه في المجتمع، من خلال المقاربه الاجتماعيه، لان هؤلاء النساء اللواتي يذهبن الى الدعاره انما هم ضحايا المجتمع، ضحايا الفقر، ضحايا عدم الوجود. ولكن نعم، عدم التقنين الا يعرض يعني هؤلاء النساء لمزيد من الاستغلال والعنف، والمجتمع ايضا ربما للامراض. السؤال بالمقابل، هل التقنين منع؟ يعني نحن نعرف ان التقنين موجود مثلا في المانيا وموجود في هولندا وبلجيكا، هذا منع هذه البنت من ان تكون ضحيه؟ هل التقنين هو الحل؟ اكيد لا، والدليل على ذلك بتجارب الدول التي قننت الدعاره. ولهذا يعني نحن نعرف، والجميع يعرف، ان تقنين الدعاره ليس هو الحل، وانما الحل هو مقاربه اجتماعيه شامله تجعل النساء يعني اللواتي هن ضحية. نعم. يعني أن طيب. تقوم الدولة والدولة المغربية أو غيرها بمساعدتهن للخروج من هذا المأزق، لأنه طيب. لأنهن في طيب. ورطة اللي في نعم سمعتك، ولكن طيب في قانون، إذا تحدثنا يعني يانا تحدثت عن تجربتها في عندما قمت بهذا كنت في بولندا، وبولندا ليس هناك قانون يحمي الدعارة، وأن الدعارة ممنوعة. إذا تحدثنا هنا في ألمانيا يوجد قانون منذ عام 2002 يعني قننا موضوع الدعارة والرجال أو السيدات اللواتي عملنا في هذه المهنة لحمايتهن، وأيضا في عندك ضمان اجتماعي، وفي عندك موضوع الرعاية الصحية. في دول تانية رفضت هذا الأمر. يانا، هل أنت شخصيا ترفضين تقنين القانون؟ ولكن لو كان في قانون، ما كان حماكي أنت أنك ما توصلي لهالمرحلة اللي وصلتي لها؟ Also Gesetze natürlich, wenn irgendwelche Gesetze entstehen sollen, stehe ich natürlich alles, was den Frauen zugute kommt. تساعد. أنا مع أي قانون يساعد النساء وأدعم هذه القوانين، ولكني أشك تماما بأن القوانين التي تقنن الدعارة ستوفر الحماية للنساء. بالنسبة لي مهم أن تخرج النساء من وضع الضحية. يعني القانون يضع المرأة تحت ضغط أكبر. انظروا إلى ما يحدث للنساء في ألمانيا، عليهم أن يبحثوا عن رجل يحميهم، عن القوات بالعامية، عن
ولا يجدن الحماية إلا هناك. أما الزبائن فهم يعتقدون أنه من حقهم أن يشتروا المرأة. لكن حسب القانون، هذا حسب القانون، حسب القانون اللي موجود منذ عام 2002، في مراقبة من قبل الشرطة، في مراقبة من قبل المسؤولين عن هذا الأمر، في مراقبة للسيدات حتى لا يتعرضن لهذه للاغتصاب أو لعمل ما أو لجريمة ما. طبعاً هي ليست بأفضل حال وممكن مكافحتها أكثر ومساعدة هؤلاء السيدات، ولكن بالنسبة للاغتصاب، المرأة التي تعمل كبائعة هوى كيف يمكن أن تثبت أنها اغتصبت؟ الشرطة يعني أو ليس لديها إمكانيات كثيرة، إمكانياتها محدودة. أنا أعمل مع الشرطة أيضا، وفي كثير من الأحيان نجد أن المرأة تخاف، في كثير من الأحيان يعدن إلى بلادهن، إذن المرأة دائما تكون خائفة، والشرطة تسأل ماذا حصل، والمرأة عليها أن تقول كل شيء وهي تعرض نفسها للخطر مرة أخرى. أريد أن يشارك أيضا معي ضيفي بلال من طنجة، لأنه هو يعني اليوم سبب مناقشة هذا الموضوع هو كان الفيلم اللي زين فيك الذي أثار موضوع الدعارة في المغرب. وبلال، أنت برأيك، أنت يعني من الناس القليلين الذين شاهدوا هذا الفيلم، هل برأيك النقاش والجدل الذي أثير مبرر؟ لا، هو حتى نكون واضحين، يعني فكرة الفيلم، أنا هنا لأتحدث في برنامجك جعفر عن الجانب السينمائي، الفيلم نعم. اللي فيك نعم. أوكي، فبالتالي فكرة الفيلم السينمائي، أقول السينمائي لأنه وقع خلط كبير ما بين المنتوج التلفزيوني والسينمائي. فالسينما طبعا الكل يعرف بأنه كل مخرج في العالم له الحق في اختيار زاوية المعالجة التي يريد، مادة الفيلم يدفع من أجل مشاهدته، ممكن تحديد حتى سن المشاهد. أوكي؟ يعني الأمر واضح وواضح جدا. طيب، فكرة نبيل أيوش كما قلت في الركن الذي تلا مباشرة عرض الفيلم، الركن الذي تم تداوله وأحيانا تم تأويله بطريقة نسبيا خاطئة. ففكرة نبيل أيوش فكرة موفقة، علينا أن نعترف، حتى 20 دقيقة الأولى من الفيلم كانت نسبيا فيها يعني رغبة من مخرج أنه يعني يحصر الموضوع اللي حاب هو يتناوله، لكن فيما بعد شخصيا أعتقد أنه الفيلم صار يعني أصابه الوهن والضعف على جميع الأصعدة، لأنه ما تنساش بأنه فيلم زيب لفيك أعد في ظرف تقريبا 23 يوم. طيب بلال كيف تفسر إذن أنت شخصيا، كيف تفسر هذا النقاش والجدال الكبير والموضوع الذي أثير أيضا لم يكن عن موضوع الدعارة ولكن عن كيفية تعاطيه مع موضوع الدعارة؟ لا، هو النقاش جعفر يعني اللي جعل النقاش حاد، والنقاش اللي شخصيا أعتقد بأنه ما استفدتش منه السينما نهائيا، فهو الموضوع في حد ذاته، لأنه الموضوع تعرف يعني في البلدان العربية كان فيلم، في لبنان من ذي قبل كان فيلم، مصري من ذي قبل، كان عدد الأفلام اللي تتناول موضوع الدعارة يعني قليلة وقليلة جدا. بالتالي انتبهنا للموضوع المتناول، لم ننتبه لطريقة المعالجة السينمائية. طريقة المعالجة السينمائية جعفر كانت يعني شخصيا ما شفتش مثلا شعرية الفضاء اللي كان نبيل عيوش حضرها في علي زاوة في مثلا بس ليك استعمال ألفاظ معينة، المشاهد التي تم عرضها ربما واقع صدم فيه الكثير من الناس الذين شاهدوه أو شاهدوا بعض المقاطع منه، لأنه هو الفيلم لسه ما نزل. هل برأيك أنت شخصيا لما شاهدت هذا الفيلم، هل كشخص تنتمي إلى بلد محافظ ومجتمع محافظ، هل صدمت؟ هل حسيت أنه النقاش الذي أثير مبرر؟ هل عندما قرأت بأنه يعني وزارة الاتصال أو وزير الاتصال قال أنه عدم السماح بالترخيص بعرض فيلم الزين اللي فيك بالمغرب نظرا لما تضمنه من إساءة أخلاقية جسيمة للقيم وللمرأة المغربية ومس صريج بصورة المغرب، هل تفهمت؟ هل قلت أنه نعم معه حق؟
ولا لا هيدي حرية الفن وهيدي الأفلام مفترض تعرض كل المواضيع، وهم عليهم معالجة الدعارة في المجتمع بطريقة مختلفة وليس أخذ هذا الفيلم كذريعة. طيب جعفر انت اعطيتني ثلاثة أسئلة في سؤال واحد، المرجو أنك تسمح لي يعني جاوبني عليه بصراحة، لأنه الأمر مركب لكن سأوضحه وستتضح لك الصورة بطريقة يعني جلية. طيب انت سألتني السؤال الأول إذا كانت الألفاظ أو الحوارات المستعملة أثارتني أو صدمتني. شوف سيدي أنا هذه 12 سنة وأنا في يعني أشاهد يعني أتجول بين المهرجانات الكبرى، وكنت عندكم حتى في برلين مرات وعندكم في الاستوديو، بالتالي يعني فيلم نبيل عيوش هو تمرين التلميذ المبتدئ فيما يخص يعني الألفاظ مقارنة بأفلام مثل فيلم غاسبار نوي لوف اللي خلق الجدل في فرنسا مؤخرا يعني باللمسة بورنوغرافية وحتى بتقنية الأبعاد الثلاثية. لكن هل كانت هناك سينما؟ نعم كانت هناك سينما جعفر. فيلم لانفومانيا في لاكس فونتخير يعني صعيب أنه أنا لما نمشي قاعة سينمائية أعرف بأنه أنا إنسان راشد باختياري. إذن بس عشان أنا أفهم يعني السؤال الأول، أنت ترى أنه يعني عمل ضج كبيري ولا الفيلم فنيا ونوعيته كمان جيدة وكل ما أثير هذا غير مبرر؟ لا لا هو ما أكيد ما قلت لك ما خلق الجدل، هو أنه كان في مقتطفات من الفيلم تم تمريرها بالتالي خرج النقاش، لم يعد الناس مهتمين بالفيلم السينمائي بقدر ما صاروا مهتمين بما تضمنته المقتطفات. هذه أتحدث عن المقتطفات اللي خرجت عن سيلولويد فيلم، عن شركة اللي تبيع الفيلم. أوكي. السؤال الثاني. لكن فيما بعد الأمور أخذت منحى آخر حين كانت أو سربت مقتطفات فيها لغوش يعني اللقطات التي لم تمرر في الصيغة التي عرضت في القاعة في كان أو حتى في العروض الأخيرة التي قدمها نبيل لمجموعة. طيب. من أنا أريد أن أسمع رأيك الثاني. أريد أن أسمع رأيك يعني الثاني. أنا أريد أن أسمع رأيك، ما قاله وزير الاتصال، هل توافق أم ترفضه؟ لا 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 شوف هو موقفي كان واضح وقلته يعني في اثنين من الأركان، المنع هو أقبح وسيلة ممكن أن تواجه بها مثلا الفيلم الجميل أو الفيلم الرديء، لأنه طيب. النتيجة شوف معي النتيجة جعفر، هو أنه الفيلم نعم منع في القاعات نعم. طيب قبل أن يتقدم نبيل عيوش بطلب للسماح بالحصول على التأشيرة، طيب كم كانت عدد القاعات التي ستستقبله في المغرب؟ يعني 10 قاعات وبتحديد السن كم عدد المشاهدين؟ الآن الفيلم يوجد طيب. في أقراص نعم. في أقراص اسمح لي أكمل باختصار لأنه بننتقل للضيف الثانية باختصار في أقراص مقرصنة بالصيغة المشوهة أكثر يعني طيب. أنا قلت حتى لا أقول ما لم أقول الفيلم ضعيف سينمائيا وهي ليست نهاية العالم، كل مخرج في العالم ممكن أنه يخفق، نبيل عيوش أثبت كفاءته سابقا نعم. مش لا. أنه يكون فيلم ضعيف نعم. لكن أريد الآن هو أريد موجود أن... لكن... شكرا لكن شكرا لرأيك لأنه لا أريد أن أدخل في يعني التفاصيل الفنية للفيلم، كنت حابب أعرف رأيك يلي قلته عشان نناقش موضوع يعني الحلقة يلي هو الدعارة. لا جعفر نعم. جعفر هو مش تحديد فني، أنا قلت لك لأنه المنع في مقابله الفيلم الآن موجود على شبكة الإنترنت وبإمكان القاصر والراشد والكبير والصغير أن يشاهدوه، رأيت يعني طيب. ما أريد أن أقوله هو أن المنع يأتي بنتيجة عكسية هذا نعم. هذا ما أردت. شكرا شكرا بلال أقول. شكرا على رأيك. لم يعد الكثير من الوقت عمر، تمنع هذا الفيلم ولكن بإمكان الناس مشاهدته على اليوتيوب، كيف أنت بتفسر هذا الأمر؟ يعني هل المنع هو دائما الحل؟ لماذا لا يتم معالجة الموضوع ووجود طريقة ل يعني تقنين الأمر أو علاج الأمر، إنما هيك منع أخذ فرصة للنقاش؟ اولا انا اعتقد بان المنع ليس هو الحل بصفه عامه الا في حالات خاصه جدا عندما يعني تكون قيم المجتمع يعني قد اسيء اليها او قد يجعل هذا العلاقه مع بعض الدول صديقه او شقيقه في عنق الزجاجه، هذا اولا لان هناك مصالح كبرى للمغرب يجب ان ترى لك. النقطه الثانيه يعني الفيلم يعني لا بس انا بس عمر يعني انا بدي ارجع للسؤال الاساسي، هناك واقع معين يعني هناك واقع موجود، هناك دعاره في بلدان عربيه مختلفه، كيفيه التصرف مع هذا الامر؟ يعني حتى الان لم اسمع منك راي واضح لاعرف كيفيه التصرف مع هذا الامر، ما العمل بس جاوبني على سؤالي، يعني لا اريد تفسيرات، اريد ان تجبني لو سمحت على سؤالي، ما العمل؟
العمل هو يعني تغيير مقاربة. المقاربة التي اختارها يعني نبيل عيوش ليست هي المقاربة الجيدة التي تجعل يعني الفيلم وكأنه يظهر وكأن المغرب يعني عبارة عن ماسور، وهذا ليس حقيقة. طيب، طب ما هي الحقيقة بالنسبة لك؟ ما هي الحقيقة بالنسبة لك؟ الحقيقة؟ نعم، حقيقة ماذا؟ تقول يعني بأنه يعني لا يعكس الحقيقة، شو الحقيقة بالنسبة لك وكيف التصرف مع هذا الملف؟ يعني سؤالي واضح، هل يجب تقنينه أو لا يجب مكافحته؟ إذا يجب مكافحته إذن ماذا تفعل لتحمي هؤلاء النساء اللواتي يعملن في هذه المهنة أو بهذه المهنة؟ أنت كيف رأيك؟ شو الحلول؟ شوف لا تردني الى سؤال قد اجبت عنه. انا قلت انني مع يعني منع الدعاره وانني ضد تقنينها، فهذا سؤال يعني فرغ. طيب، منا نحن في لكن اذا كنت تقاطع يعني كل مره اذهب. لا، هي مش موضوع تذهب، بس انا حابب انه تجاوبني على السؤال. انا حابب اعرف استفيد منك. لا تقاطعني. نعم، ولكن اريد ان استفيد من كلامك عمر. لا تسمح لي بالكلام. لا، اريد ان استفيد من وجودك معي بالحلقه. انا حابب اسمع رايك. حابب اعرف. اذا اعطيني فرصه. طيب، اعطيني فرصه اجيب واوضح موقفي. اوكي، تفضل. اوكي، اذا اولا هذا الفيلم يعني المقاطع السينمائي على روح كان فاشل في التعبير عما يريد، ولهذا يعني انا اشك في ان هذه التسريبات ربما كانت تسريبات مبيته حتى تقع هذه الضجه. وفعلا ان فيلم نبيل عيوش اخذ الان من المكانه ما لم الاشياء ربما كان لا يستطيع ان ياخذها في مكان طيب طبيعي. نعم، هذا الفيلم هلا اسمح لي. نعم، هلا اريد ان اعلق. الم تساهمون انتم عندما منعتم هذا الفيلم، عندما تم منع هذا الفيلم، الم تساهمون بهذا الامر؟ تجاوز حدود مسموح بها، وانا اظن ان هذا الفيلم في كلامه وفي حديثه وفي الصور التي اظهرها يدخل في هذا الباب، ولهذا طيب يعني وصلت الفكره. ولكن انتم عندما منعتم هذا الفيلم الم تساهمون بما وصل عندما يعني وزير الاتصال عندما قال بانه تم منع عرض هذا الفيلم، الم تساهمون بجعل الفيلم ما وصل اليه الان؟ هو ناقش مشكله، عرفت، ناقش مشكله موضوع الدعاره. طيب، منعنا الفيلم، ولكن هل منعت الدعارة من خلال ذلك؟ كيف ممكن علاج هذا الأمر؟ يعني هذا سؤالي الآن، كيف مش الفيلم، ليس الفيلم، تحدثت عن الفيلم، كيف ممكن علاج موضوع الدعارة؟ أنت برأيك شخصياً؟ الدعارة الحكومة تحاربها من خلال المقاربة الاجتماعية مثلا بمساعدة الأرامل، وتعرفون أن الكثير من النساء اللواتي يمتهن الدعارة وغيرها وهن من النساء المحتاجات للمال، فمثلا يعني الحكومة عندما تقرر مساعدة كل الأرامل وإعطاؤهن يعني أكثر من 1000 درهم أو أكثر في الشهر حتى يخرجن، هذا يساهم في محاربة الدعارة، هذا يساهم في محاربة الفقر الذي يجبر هؤلاء النساء للذهاب للدعارة. فنحن إذا نحارب الدعارة بطريقة حضارية مجتمعية. ثم أريد أن أوضح شيئا، نحن مع الفن، نحن مع الفن الراقي، نحن مع الإبداع الذي يساهم في تطوير المجتمع في المقاربة الاجتماعية السليمة للأشياء، وليس في المقاربة التي تجعل صوره سيئه للمغرب وتعطي صوره سيئه للمراه المغربيه. فنحن اذا ننتقل، وصلت الفكره، مع الفن عمر الذي يسمح للجميع. ثم نحن لم نمنع ولو فيلما واحدا لحد الان. وصلت يعني الفكره. المغربيه، نعم، وصلت الفكره. شكرا على التوضيح. اريد ان انتقل من الفن. اسمح لي أن أقاطعك لأنه أريد أن أشارك أيضاً السيدة الأحلام. محاربة الدعارة تتم عبر مقاربة شاملة، ليست بمحاربة تلك المرأة التي هي مضطرة لفعل ذلك، ولكن من خلال طيب خلال مقاربة شاملة. اسمح لي أن أقاطعك لأنه سأشارك الآن السيدة أحلام. وصلت الفكرة. نعم، شكراً. السيدة أحلام تفضلي. أنا اللي كنت نحب نقوله أن مجتمعاتنا العربية لحد الآن ترفض النقاش وترفض فتح الحوار حقيقة حول المسائل اللي تخص الأمور الجنسية والحقوق الجنسية بشكل عام. لما يقع التطرح لمواضيع اللي تبقى تابو إلى حد الآن يكون ردود الفعل متاعنا ديما عنيفة، والمنع لا يحل أي مشكلة. لكن طرح المسألة هو مسألة هامة جدا، لأن ظاهرة الاستغلال الجنسي اليوم للنساء والترافيكينج اليوم ولا واقع موجود في كل البلدان. التقنين أنا حسب اعتقادي هو تقنين لحماية النساء،
حماية النساء في انتظار مقاربة شاملة. أنا مع المقاربة الشاملة الاجتماعية الثقافية الاقتصادية هذه الكل القانونية، لكن اليوم فما نساء تتعرض للاستغلال الجنسي ومن الضروري حمايتها، حمايتها قانونيا من اني فما شكون يستعبدها ويخدم بها، حمايتها صحيا في حقها في العلاج وفي المراقبة الصحية، حمايتها اجتماعيا من ان يكون عندها ضمان اجتماعي، حمايتها هذا كله أمور اللي من الضروري ان تتوفر للنساء هذه، على خاطر هذا واقع معاش وغض النظر عنه تغميض العين وكأنه لم نراه، هذا حاجة غير مقبولة وما تحلش المشكلة. المقاربة العامة طيب يبدو أن السيد عمر، السيد أحلام عمر عنده رد، تفضل عمر. أنا أريد أقول بأن المقاربة ثم هي السبيل الوحيد، ثم يعني نحن عندنا يعني حتى في ألمانيا لم تستطع الدولة الألمانية أو في أوروبا ليس هناك قانون موحد، وأوروبا التي معروفة يعني متقدمها في هذا الباب لم تتفق على مقاربة واحدة، والدليل على أن ألمانيا مثلا فيها قانون، فرنسا فيها قانون، وإسبانيا فيها قانون، ولهذا يعني هناك مقاربات مختلفة في هذا الباب، بل أن بعض الدول الغربية الكبيرة تجرم الدعارة، تجرم دعارة وتحاربها عبر المقاربة الشرعية. نحن قصدي في هذا الباب هو أن تقليل الدعارة أظهر أن هذا لا طيب عمر، أحلام عندها رد، أحلام عندها رد، مثل ما أنت مثل ما استمعت لك نعم، ويقومون بالابتزاز عبر القانون. عمر مثل ما أنت أحلام تفضلي، أحلام تفضلي تفضلي أحلام. أنا اللي نحب أني ما فماش إجابة واحدة من ناحية قانونية، هذا كيف نقوله، لا من ناحية اجتماعية ولا من ناحية قانونية، وحتى في وسط الحركة النسوية هي مسألة تثير العديد من النقاشات، لكن اللي تختلف فيه جميع الرؤى هو اليوم أن ضرورة توفير الحماية للفئة هذه الموجودة، وأنه القول وغض النظر وكأني مسألة غير موجودة ما غير ممكن. الحماية هذه للنساء معناتها كل المقاربات تجتمع لها، حمايتها من الترافيكينج، حمايتها من الاستغلال، حمايتها صحيا واجتماعيا، هذه مسألة ما نجموش نغضوا عليها النظر، وهذا لازمته إطار قانوني يوفره. نعم تفضلي يانا. أجلس هنا مرتاحة وأسمع لهذا الحوار والذي أجده جيد. هذا الفيلم هو الذي دفع الناس للنقاش، إذن هذا أمر جيد. هناك بطبيعة الحال آراء مختلفة، هناك اهتمام بالموضوع، وبالتالي يمكن لكل شخص أن يقرر من الناحية الأخلاقية ما الذي يريده. أنا لم أشاهد الفيلم، ولكن الموضوع مهم جدا، هذا يتعلق بحياة البشر، بحياة النساء. أريد أن أتابع النقاش معكم وأصغي لكم. شكرا لك، ختمتي أنت اليوم عمر، شكرا جزيلا لك لوجودك معي يانا، أحلام وأيضا بلال شكرا. نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة، في كثير من الأسئلة والأجوبة موجودة على الفيسبوك خلفي على الشاشة، تابعوها على صفحتنا. إلى اللقاء.